في الحقيقة لن ألبس خوذتي بعد اليوم. لما؟ ألا تجلب لك الحظ؟ صح، ولكنني مللت الحظ الجيد. شاهدوا هذا. لقد مللت النجاح. هل فقدت عقلك؟ هذا أروع من الروعة بكثير. صح، ولكن هذا قبل أسبوع، أما الآن فلا. سأرميها بأقرب وقت. إياك ورميها، أحتاج بعض الحظ هذه الأيام. أحاول الوصول إلى برنامج إربح كنزك منذ 5 شهور ولا أحد يتصل بي ليدعوني. انسى القبعة، لن تصل في حياتك إلى البرنامج. هناك برنامج اسمه انسى القبعة؟ حاضر، تريدها؟ خذها. مبروك. ألو؟ فعلاً؟ غداً؟ شكراً، برنامج أربح كنزك. واو، أحب هذه القبعة. يا جماعة، أعرف أن هذا مدهش، لكن دعونا نكون واقعيين. لا يمكن أن تكون قبعة معدنية مسؤولة عن ريتشارد. ألو، مقابلة؟ غداً؟ ترقية وزيادة راتب؟ ما هذا؟ كاي، لا تصاب عائلة واترسون بالعين.